ننتقل لملفنا التالي، قضايا أو قضية مرضى السرطان بمستشفى الذرة، نتابع التقرير. الحاجة زينب عبد الرحمن تنتظر دورها لتلقي العلاج الذي تأخر عن موعده بسبب الضغط الكبير على مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام الذرة. حالها حال غيرها ما بين مطرقة المرض وسندان ضعف الرعاية الصحية في البلاد. أنا جيت العلاج ويمضي وراه، المفروض أخذ الإشهاد من شهر 9 واسي الليلة شافي الدولة في شهر 10. الليلة جيت أخذت الهنا رسم الهنايدا وما عندي مجازات أنا أقعد فوق ولا جاي، وقال الجهاز معطل. بسبب هذه الأوضاع وما وصل إليه الحال، عقدت مستشفى الخرطوم للأورام مؤتمرا صحفيا عاجلا حول ما لحق بها من إهمال انعكس سلبا في تقديم الخدمات العلاجية والصحية على مرضى السرطان، إضافة إلى قرار وزارة الصحة الاتحادية بتحويل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية المخصصين لمرضى السرطان والمقدمين من بنك التنمية الإفريقي لمستشفى الذرة. قرار التحويل لمستشفى آخر زاد الأمر سوءا. بنسعى لتقديم خدمة متكاملة للمريض، فلدينا جهازين رنين ومقطعية وفروا للمستشفى عن طريق برنامج عن طريق بنك التنمية الأفريقي لصالح مراكز الأورام. هذه الأجهزة يعني تم تحويلها من مركز الخرطوم مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام إلى مستشفى عام. فالأعداد الكبيرة التي ترتاد المستشفى يوميا تتزايد يوما بعد يوم، وبالمقابل تتزايد معاناة الأطباء بسبب بيئة العمل ونقص المعينات اللوجستية وحاجة الأطباء إلى الأجهزة لتشخيص وتحديد مرحلة العلاج. أنتم الآن بيننا ومعنا وأمام أعينكم مرافق المستشفى المختلفة وبيئة العمل التي نواجهها نحن والمرضى على حد سواء. نعاني ضغطا نفسيا عالي كما يعاني مرضانا، والبلاد تفتقد كل يوم عدد من الأطباء اختصاصي الأورام على غلتهم أصلاً. تحتاج العملية التشخيصية والعلاجية لأمراض السرطان إلى بنيات تحتية مؤهلة وتقنيات وأجهزة عديدة. فيما يخص الأجهزة التشخيصية وتفنيد للإدعاءات، نحتاج للصور المقطعية والرنين المغناطيسي ليس للتشخيص فقط، بل نحتاجها أيضاً لتحديد مرحلة المرض. قبل المؤتمر بساعات زار البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة الانتقالي المستشفى للوقوف على التحديات التي تواجهها، لكنها تظل قائمة ما لم تجد لها الدولة حلولا جذرية. تختلف معاناة مرضى السرطان في السودان، لكنها تتفق في صعوبة الوصول لتشخيص وعلاج يقلل من آلامهم. فتحويل جهازي الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية من مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام قد يؤدي إلى عدم استكمال العملية العلاجية وزيادة أعباء على المرضى. مصطفى كركساوي لبرنامج كالآتي الخرطوم. معنا دكتورة يسرى محمد عثمان وكيلة وزارة الصحة الاتحادية المكلفة. دكتورة يسرى السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، مرحب بكم. مرحب بك، شكرا لأنك موجودة معنا. دكتورة، الإشكالات الكبيرة يعني تعاني منها مستشفى الذرة لفترة طويلة حقيقة، لكن زادت الأزمة بشكل أكبر في الفترة الأخيرة، شنو تقييمكم لها للوضع والمعالجات الممكن تتم؟ طيب، يمكن يعني أول حاجة تحية الصحة والعافية لكل السادة المستمعين والمشاهدين، ويعني شكرا جزيلا للإعلام، هو شريك أصيل بيدعم يعني كل الأنشطة بالنسبة للصحة وتمليك المواطنين الحقائق والمعلومات الصحيحة. مستشفى الخرطوم للأورام ومستشفى الذرة أو مستشفى الخرطوم للعلاج بالطب النووي، دي كلها أسماء لهذا الصرح. يمكن هو بيتبع لوزارة الصحة ولاية الخرطوم الآن نحن بنتكلم، لكنه بيقدم خدمات لكل أنحاء السودان، والتردد فيه يمكن برضو واضح جدا، بيشمل كل المواطنين طالب الخدمة من الولايات
بدعم اتحادي بيمثل يمكن أكثر من 90% الدعم، بالرغم من إنه حتى الآن هو مستشفى ولائي، لكن يمكن نحن رؤيتنا له بشكل كبير مركز قومي. التردد عالي جدا على المستشفى خاصة في الفترة الأخيرة، بيتراوح من 800 ل 1000 مريض في اليوم يحتاج للخدمات العلاجية والتشخيصية. نعم. طيب بتوجد في المستشفى مشاكل كبيرة جدا حسب الزيارة وحسب علمنا المسبق، لكنها هي مشاكل متراكمة على مر السنوات السابقة. يمكن في بعض المشاكل متأصلة جذورها لسبع سنوات لورا، ويمكن في السنتين الأخيرات وصلت بعض المشاكل اللي تراكمت وظهرت هسي في الصبح كإشكالية إعاقة تقديم الخدمة بشكل كبير. ومن أهم المشاكل دي البيئة الداخلية للمستشفى ذاته، يعني كعيادات وعنابر لاستقبال المرضى ومواقع لتقديم الخدمات التشخيصية، دي كلها فيها إشكالات، بالإضافة ل يعني البنية التحتية للمستشفى ذاته فيها إشكاليات كبيرة، كمبنى فيه إشكالية، مقسم الخدمة في مبنيين، المبنى الرئيسي على شارع القصر ومبنى آخر برج الأمل في شارع الحوادث الخرطوم قبالة مستشفى الخرطوم التعليمي. الإشكالات البيئة الداخلية والبنية التحتية دي احنا عندنا لها رؤية، لكن دي كلها يمكن يعني بتعيق العمل وبتسبب بعض التضجر وسط الكوادر. بعض المعوضات برضه واضحة جدا اللي هي وجود عدد كبير جدا من الأجهزة في المستشفى لكنه غير عامل، وغير عامل لفترات طويلة. يعني يمكن من أهمها فيما يخص التشخيص أجهزة مقدمة من البنك الأفريقي، ودي بتتمثل في جهاز أجهزة مناظير وأجهزة مناظير يعني باطنية ومناظير للرحم وأجهزة لمعمل الأنسجة، ودي كلها جديدة لكنها غير عاملة، وتم استلامها لعدد كبير جدا من الشهور. عندنا برضو جهاز هي غير عاملة ليه دكتورة يسرى؟ في أي تفسير لأنه ليه ما تم استخدامها؟ غير عاملة لإشكالات جست إنه التركيب وتوفير موقع لتقديم الخدمة والتدريب عليها بالنسبة للكوادر وبداية الخدمة بها. برضو في يعني في نفس بنسمع إنه الأجهزة دي جاهزة لتقديم الخدمة لكن ما اشتغلت. وبرضو بنسمع في جهاز أشعة مقطعية ومعروف لدى كل المختصين الموجودين، هو جديد، أشعة مقطعية موجود في المستشفى لفترة طويلة جدا وهو غير عامل. هل ده عدم يعني تشغيل الأجهزة الجديدة دي ده برضو كان سبب في تحويل، يعني في حديث عن تحويل جهازين؟ لا أبداً لمستشفى الخرطوم. أنا حاجة أفسر لك موضوع الجهازين. نعم فضل. الأجهزة دي كلها غير عاملة، ممكن تكون لإشكالات إدارية في المنظومة كلها. الكلام ده يعني إحنا ما بنتهم به شخص محدد، لكن دي مشكلة لابد إن إحنا نواجهها ولابد من إن نقترح لها حلول واضحة مع المختصين في المجال والعاملين عليه، هذه إدارة هذه المستشفى. نعم. بكل المستويات. يعني لو جيت لموضوع الجهازين، موضوع يعني النقاش في الفترة الفاتت، هما ما جهازين حقيقة، هو جهاز واحد. يعني كل الكاتبين في الإعلام يعني ده يعني أنا ما عارف الزول يقدر يقول الحاجة دي كيف، لكن
أنا إذا يعني بكتب في الإعلام أو عايز أشارك في حل قضية أو منفعل بقضية المرضى، لابد من إني أتملك الحقائق في الأول تماما حتى بعد ذاك أنشرها وأتكلم فيها وأبحث عن حلولها. هو نعم. جهاز، هو جهاز واحد يعني يمكن جاي بدعم من بنك التنمية الأفريقي، والجهاز موجود في الخرطوم من شهر 9/2020، ودي فترة طويلة جدا، وشارف الجهاز على إكمال العام داخل البلد، وعجزوا الناس على في المنظومة الإدارية إنهم يشغلوا الجهاز، لأنه كان مطلوب أصلا تجهيز مكان للجهاز، وده تم الاتفاق عليه من 2019. تم مخاطبة كل الجهات إنه يتم تجهيز مكان قبل استجلاب الجهاز ووصوله للسودان بالمواصفات المطلوبة، وتمت المخاطبات كلها وكده يعني. فالجهاز وصل وشارف على السنة، وصراحة أنا يعني عرفت المعلومة من الجهات الفنية، هم طلبوا اجتماع معي، وإذا سمعت لهم، وكان يعني وجود الجهاز لأكثر من سنة يعني ده بيترتب عليه إشكاليات كبيرة. أول حاجة بالنسبة للجهاز ذاته، الشركة اللي حتركبه يعني بتترتب عليها خسائر باعتبار إنه الفترة طالت. الضمان بتاع الجهاز حنفقده تماما، ودي دي دي حتكلفنا برضه يعني ميزانيات كبيرة جدا إذا ما حصل أي عطل أو خلل في أثناء التركيب. كانت الخيارات من الجهات الفنية ومن بنك التنمية الأفريقي، هو المستجلب والداعم للجهاز، إنه يتم واحد من خيارين، أيضا إننا إحنا نشوف مكان، يا إما الجهاز يجي وينزل في مستشفى الخرطوم، في مستشفى الذرة ذاته، في المكان الغير جاهز ده لحد ما يجهز، أو إنه يتم يعني اختيار مكان بديل، أو يتم تخزينه في الإمدادات الطبية. دي ثلاثة خيارات وصلتوا لشنو؟ ثلاثة خيارات. الخيار الأول تم طرحه على مدير مستشفى الذرة، وهي رفضت باعتبار إنه دي مسؤولية هي ما بتقدر تتحملها. والخيار الثاني اللي هو ده خيار وجود الجهاز في مستشفى الذرة لحين تجهيز مكان، لحين تجهيز مكانه. نعم. يعني انتوا عرضتوا ده على من قبل الإدارة ذاتها، من الإدارة نفسها. طيب، وباعتبار إنه دي مسؤولية. الخيار الثاني الناس بحثت عن الخيار الثالث، صراحة هو كان خيار مر بالنسبة لنا، ويعني كان بيكون مزيد من الفشل، لأنه بيأثر على الشراكة بيننا وبين بنك التنمية الأفريقية الأفريقي، على أساس إنه إحنا عندنا شراكة طويلة، والمشروع اللي تم استجلاب الجهاز ده للسودان عمره 4 سنوات، والآن في نهايات المشروع، وده بيشمل كمان الأجهزة اللي أنا تكلمت لك عنها قبل، الثلاثة المناظير والمعمل بتاع الهيستو أو الأنسجة المشتغل. فأيضا برضو إحنا يعني عايزين يعني نضمن استمرارية الشراكة بيننا وبين بنك التنمية. كان الخيار الثاني هو نقله لمستشفى الخرطوم. تم الاقتراح اعتبارنا إحنا محتاجين نركب الجهاز ونشغله، ويتم استصدار تقارير بأنه هو بدأ يقدم الخدمة، على أساس إنه نضمن استمرارية الشراكة ويعني الجلوس مع البنك عشان ما نقترح إضافات للسنوات القادمة، مشاريع تكون برضو بتخدم في نفس الإطار. الحاجة دي تم تكوين لجنة، يعني لا كان قرار وكيل ولا قرار وزير ولا أي زول قاعد في المنظومة الإدارية، تم تشكيل لجنة فنية هي تجيب الخيارات وتحدد المكان البديل، وهم اختاروا مستشفى الخرطوم باعتبار انه فيه مكان جاهز لاستقبال الجهاز بمستوى عالي جدا بحسب الاختصاصيين، تم زياره
المكان ده، غير انه يعني برضه في حاجات تانية الناس تمت يعني مراعاه، انه المكان قريب باعتبار انه مستشفى الخرطوم ومستشفى الزرقاء هم باعتبار انه مبنى واحد، وفي ما في فاصل بين المستشفيين، يعني ده في الجهه الغربيه والجهه الشرقيه، وما في فاصل، غير انه الخدمه حتتم مجانيه للجهاز ده اينما تم تركيبه. ده برضه دي حاجه يعني كانت برضه من الخيارات، وتمت المخاطبات بهذا الخصوص، وتم الآن تركيبه وهو بيقدم الخدمة الجهاز في مستشفى خرطوم. الآن الآن هو جاري تركيبه، غالبا يعني خلال الأسبوع ده بيتم التركيب، لكن الخيار ده ما بيحظى برضا وقبول إدارة مستشفى الذرة. هو يمكن يكون ما نال قبولهم طبعا زي ما انت شفته، لكن احنا كنا مضطرين، وده كان راي يعني جهات فنيه، وكان في اعتبارات كبيره جدا بتتمثل في استمراريه الشراكه بيننا وبين ما كان ممكن توفير احتياجات مطلوباتهم وغيره. دكتور فدي يسرى، كانت الخيارات المتاحه. هل لو رجعنا للخيار، احنا عندنا الجهاز دي الذي احنا موضع النقاش هو واحد من 54 من 4 اجهزه وصلت السودان دعم من البنك التنمية الأفريقي. هل ما كان بالإمكان والأجهزة دي كلها في الولايات اللي تم توزيعها تم تركيبها وتشغيلها ما عدا هذا الجهاز التابع لولاية الخرطوم؟ طيب لو أخذنا تفصيل أكثر، الخيار الأول أنه يتم إرساله لمستشفى الذرة لحين تجهيز مكان، ما كان بالإمكان مساهمة الوزارة في مساعدة إدارة المستشفى في تجهيز المكان المناسب لتركيب الجهاز داخل مستشفى الذرة؟ الوزارة كانت تملك تقدر أنها تساعد المستشفى في توفير المكان المناسب؟ هو طبعا كان ممكن إذا كان في زمن، يعني إحنا هسي في لما بدينا يعني نناقش قبل بداية إنه التركيب أو غيره، اللجنة كانت شغالة وتم زيارة الموقع، والآن نحن في شهر 10، كان الكلام لحد بداية الأسبوع ده إنه المكان جاهزيته لسه محتاجة ما يقارب 4 أسابيع عشان ما يشهد بالشكل الكبير. الجهاز الركب الآن في مستشفى الخرطوم، الخدمة اللي بيقدمها شنو؟ وهل في إمكانية لتحويله لاحقا في حال أصبح المكان جاهز في مستشفى الذرة، ولا هو هي المعالجات اللي احنا اتفقنا عليها؟ هو جهاز أشعة مقطعية، جهاز واحد أشعة مقطعية، كان مفترض يجي معه جهاز رنين مغناطيسي، لكن برضو الجهاز لسه ما تم يعني شراءه ولا عمل الإجراءات له. يعني الجهاز الموجود السي وتم تركيبه هو جهاز أشعة ده خلاص مقطعية، التركيب ده تركيب تركيب نهائي دكتورة يسرى لكل المواطنين مجانا. دي نقطة مهمة، دي نقطة، ودي الترتيبات اللي تمت يمكن بصورة عامة، تم الاتفاق انه يتم استجلاب جهاز والاستمرار في تهيئة المكان اللي في مستشفى الخرطوم، والاتفاق على الان طلب جهاز لمستشفى الذرة. يعني حيكون في جهاز بديل، يعني مستشفى الذرة حتحصل على جهاز بديل بعد ما تجهز المكان. حتحصل على جهاز بديل، وبرضه حتكون في مجهودات لانه يتم تشغيل الاجهزه الموجوده في مستشفى الذره بشكل كبير بدعم وزاره الصحه الاتحاديه وبدعم الجهات الفنيه الموجوده. يعني شكرا دكتوره يسرى محمد عثمان، وكيله وزارة الصحة الاتحادية المكلفة، شكرا لكل المعلومات اللي تفضلت بها.